في اللون. انت من الاول من هنا يا. انت جاي في الاول من هنا راه ماشي غتحكم فيا، راه حتى انا جاي فاس مع من الحين، راه ما سمعنا خدامي طرو كي يا استاذ. يلا جيتي مشغولكش نجي ولا ما نجي؟ ما تحكمش في الناس، انا تحكمش في الناس، راه كنت ني داخل في كادر انا، راه ملي كنت انا وجيتي دخلتي في كادر ديالي. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في المباشر. دائما نفس القاعة المغطاة اللي كتواجد منطقة بمسيك سيدي عثمان، سيدة ربما العمر ديالها كيتجاوز 90 سنة، الآن غادي تقوم بالتلقيح ضد هذا الوباء. كيف قلنا كاين الناس كبار في السن وجايين، لأنهم الكل شاهد يوم امس سيدنا لينسرو اعطى الانطلاقه ديال عمليه تلقيح جميع المغاربه. حاول داك واخ واخ خصوص الناس اللي كيتسائلوا على المدينه، فهذه مدينه الدار البيضاء. يعني ملي غادي توصل الوقت ديال التلقيح السيده المسنه فغادي نقربكم من الصوره الان. Thank you.
سيدي شاف العمر ديالك؟ واحد وستين سنة. شنو تقول الشباب اللي مازال باقي ما باقيين كيكذبوا في هذا الفيروس وما مازال عندهم تخوفات؟ الناس الكبار في السن مازال عندهم تخوفات. خص الانسان خصو ما يخافش من هاد راه كيتسمى يعني واجب وطني. والدولار ما كتنوضش وكدير كتبدل واحد المجهود كبير وخصهم كلهم يجلبوا. حنا الحمد لله راه من اول دوله في افريقيا بدات هذا اللقاح. راه خصهم يفتخروا بالدوله ديالنا. صافي اختي؟ صافي. بالصحه والراحه ان شاء الله. الله يعطيك الصحه خويا. شكرا لك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في غادي نوصلوا نهايه هذا المباشر. كيف قلنا اليوم استهداف الفئات اللي كتبلغ من العمر ديال اكثر من 75 سنه، ولكن المفاجاه هو ان كاين الناس كيفوتوا 100 سنه وجاو داروا اللقاح ديالهم، وهادشي كتشاهدوا على المباشر. فاللي كاين هو ان بعض الناس الله يهديهم راه خاصهم يكونوا عارفين واحد الحاجه، بان العديد من الدول البتروليه ومازال ما عندها ولو جرعه واحده بقى ما استفدتش منها. فالمغرب يعني بالامكانيات ديالو وبالكلمه ديال سيدنا فقدرنا اننا نتوصلوا على جرعات جد مهمه اللي بدات يوم امس للانطلاقه ديال تلقيح جميع الشعب المغربي. غادي يكون على فترات متقطعه هذه الجرعه الناس اللي غادي يستافدوا منها اليوم. فالموعد ديالهم الثاني
لتلقي الجرعه الثانيه هو 28 يوم بالضبط. كنتكلموا على لقاح استرازينيكا ماشي لقاح سينوفارم. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي نوصلوا نهايه هذا المباشر، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.